بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ونرحب بكم في هذا المؤتمر الإعلامي 55 والذي تعقده وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 10 من شهر مايو لسنة 2020. اليوم يعقد هذا المؤتمر ويبث مباشرة من مقر وزارة الصحة في دولة الكويت، ونسعد بتواجد اليوم سعادة وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا حول بعض التوضيحات، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أود أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لجميع الكوادر العاملة في وزارة الصحة في مكافحة هذا الوباء، والواضحة من خلال جهودهم الجبارة والمستمرة. عندي اليوم رسالتين من خلال هذا المؤتمر لإخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات والمقيمين في دولة الكويت. الرسالة الأولى تتعلق بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والإجراءات المتخذة من قبلنا في الوزارة منذ اليوم الأول للإعلان عن ظهور هذا الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن ضمن هذه الإجراءات والجهود العمل على توفير وتكثيف إجراء الفحوصات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهي فحص البي سي آر والمعتمد للتأكيد على الإصابة بهذا الفيروس. كما ترون من خلال الأيام القليلة السابقة ازدياد الأعداد المعلنة من قبل أخونا الدكتور عبدالله سند في المؤتمر الصحفي اليومي. هذه الأعداد المتزايدة إنما تتواكب وتتلازم مع الازدياد والتكثيف في إجراء هذه الفحوصات، وخاصة في المناطق التي تظهر فيها بؤر وبائية وكذلك مناطق التكدث السكاني، بالإضافة إلى الحملات العشوائية لإجراء هذه الفحوصات، وذلك التزاما بما تقرره منظمة الصحة العالمية. وقد أثنت منظمة الصحة العالمية والفرق الزائرة والمتواصلة مع وزارة الصحة على هذه الجهود وهذه الإجراءات، فبالتالي ازدياد هذه الحالات التي يتم الإعلان عنها هي متواكبة مع الازدياد في إجراء هذه الفحوصات بالأساس. هذه هي الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية كذلك مهمة جدا، وهي ازدياد الإشاعات والأخبار الغير صحيحة بخصوص ما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات وجهود في مكافحة هذه الجائحة، وهذه الأخبار الكاذبة والإشاعات لها أثر سلبي كبير في زعزعة ثقة المواطن والمقيم في الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك نشر الهلع، وهذه الآثار السلبية قد تصل أثرها السيء بما يكون أكبر بكثير من آثار الوباء نفسه على المجتمع وصحته. لذا نرجو من الجميع، من المواطنين والمواطنات والمقيمين على حد سواء، استسقاء هذه المعلومات من مصادرها الصحيحة وهي وزارة الصحة وقطاعاتها، والابتعاد عن تداول هذه الإشاعات والأخبار الغير دقيقة والغير صحيحة. في نهاية الأمر أود أن أؤكد مرة أخرى على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية، ومنها تغطية الفم والأنف والتباعد الجسدي، وكذلك الالتزام بشروط الحظر الشامل الذي سيدخل حيز التنفيذ إن شاء الله عصر هذا اليوم، لنتمكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتضافر كافة الجهود من مكافحة وحصر هذا الوباء والتخلص منه بأسرع وقت ممكن والحصول على النتائج المرجوة. راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في الكويت نعمة الأمن والأمان والسلامة والصحة. شكرا. خالص الشكر لسعادة وكيل الوزارة الدكتور الفاضل مصطفى رضا على هذا التوضيح والمعلومات والتوصيات فيما يخص هذا الشأن.
ننتقل الآن إلى حول آخر إحصائية لحالات الشفاء، وقد بلغ مجموع عدد حالات الشفاء في دولة الكويت من الأشخاص الذين قد أصيبوا بمرض كوفيد-19 بلغ مجموعهم 2779 حالة. فقد أعلن خلال 24 ساعة الأخيرة شفاء عدد 107 حالات من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض كوفيد-19. أما فيما يخص المجموع الكلي لعدد من أتم فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال 24 ساعة الماضية من جميع مراكز الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي، فقد بلغ عددهم 883 شخص من الأشخاص الذين كانوا قد طبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي، منهم 463 شخص من المواطنين الكويتيين. أما من إخواننا المقيمين ومن الجنسيات الأخرى المختلفة فقد بلغ عددهم 420 شخص. أما فيما يخص عدد حالات الإصابة خلال 24 الساعة الماضية فقد ثبتت وتأكدت إصابة عدد 1065 شخص بفيروس كورونا سارس كوف 2 والذي يسبب مرض كوفيد-19. ننتقل الآن إلى بعض التفاصيل فيما يخص هذه الإصابات التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية، فلم تتبين هناك إصابة أي حالة مرتبطة بالسفر من الحالات التي رصدت جديدة. أما الحالات الأخرى فهي حالات مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالمرض وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، كما تقوم الفرق الوقائية في وزارة الصحة مشكورة بتتبع وفحص المخالطين ومعرفة أسباب العدوى واتخاذ الإجراءات الوقائية المعتمدة في وزارة الصحة في هذا الشأن. عندما ننتقل إلى جنسيات المصابين لحالات اليوم، فقد تم رصد 192 حالة لمواطنين كويتيين و 244 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و 271 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و 143 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية. أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة. في منطقة العاصمة الصحية تم رصد 99 حالة من مجموع الحالات التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية و 237 حالة في منطقة حولي الصحية. أما في منطقة الأحمد الصحية فقد تم رصد 214 حالة و 450 حالة في منطقة الفروانية الصحية. أما في منطقة الجهراء الصحية فقد تم رصد 65 حالة خلال 24 ساعة الماضية. عندنا الآن عن تقسيم الحالات على المناطق السكنية، فقد تم رصد 166 حالة خلال 24 ساعة الماضية في منطقة الفروانية الصحية. هذه أبرز المناطق السكنية التي رصدت بها أكبر عدد من الإصابات. في منطقة الفروانية الصحية عندنا 166 حالة. في منطقة جليب الشيوخ السكنية تم رصد 118 حالة خلال 24 ساعة الماضية. أما في منطقة خيطان فقد تم رصد 100 حالة، وفي منطقة حولي السكنية رصدت 74 حالة. الآن يصبح لدينا مجموع عدد الإصابات المسجلة في دولة الكويت بعد إضافة الحالات التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية. أصبح لدينا الآن مجموع الحالات في دولة الكويت كما تشاهدون 8688 حالة، هذه جميع الحالات.
فيما يخص الآن إجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة من قبل طواقمنا الطبية والفنية المتخصصة في ذلك، فقد بلغ عددهم 114 حالة، منها 69 حالة مستقرة في العناية و 45 حالة حرجة. أما فيما يخص عدد الحالات الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية فقد بلغ عددهم 9 حالات وفاة، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والغفران. الآن عندنا مجموع الحالات في دولة الكويت المسجلة والتي ثبتت إصابتها 8688، عندما نطرح منها حالات الشفاء وهي 2729، نطرح كذلك حالات الوفيات رحمهم الله 58، يصبح لدينا مجموع عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المؤسسات الصحية والمرافق التابعة لوزارة الصحة عدد 5901 حالة مصابة بمرض كوفيد 19 وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة. خالص الشكر لكم جميعا، ونسأل الله السلامة والشفاء للجميع، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.